بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، اليوم سنرى تقويم تعلمات الوحدة الخامسة ودعمها وتوليفها. إذن تمرين رقم واحد. إذن أقرأ القياسات على الميزان وأحسب كتلة العلبة. إذن العلبة يادي. إذن لدينا الكفة الأولى ميزان، لدينا جسمين، كتلة الأول 500 غرام، كتلة الثاني 3 كيلوغرام و800 غرام. ثم الجسم في الكفة الثانية لدينا العلبة، ثم جسم كتلته 3 كيلوغرام و600 غرام. إذن المطلوب هو أن نحسب كتلة العلبة. كفتي الميزان في توازن، ثم العقرب عمودي. إذن كتلة هذه الكفة، قياس هذه الكفة، هذه الأجسام الموجودة في هذه الكفة تساوي قياس كتلة هذين الجسمين الموجودين في الكفة الثانية. سنستعمل طريقتين لحساب كتلة هذه العلبة. الطريقة الأولى قد طريقة الحذف. مثلا أعطيكم مثال، إذا قمنا بحذف كيلوغرام هنا وحذف كيلوغرام هنا، فإن الميزان لن تتغير، كفتي الميزان ستبقيان دائما في توازن، دائما العقرب سيبقى في مكانه. قمنا بحذف 2 كيلوغرام، 2 كيلوغرام نفس الشيء. إذا هذه هي الطريقة التي نستعملها. إذا سأحذف هنا 3 كيلوغرامات، هنا 3 كيلوغرامات. بقي لدي 600 غرام. إذا سأخذ 600 غرام من 800، سيبقى لدي 200 غرام. إذا هذه الكفة لم يبقى أي شيء، بقي العلبة. إذا 200 غرام هنا، ثم 500 غرام، 500 غرام زائد 200 غرام تساوي 700 غرام. إذا قياس كتلة هذه العلبة هو 700 غرام. الطريقة الثانية هو أن نستعمل الجدول. إذا كتلة العلبة ماذا تساوي؟ تساوي مجموع هالكتلتين ناقص كتلة هذا الجسم. إذا نقوم بجمع هذه الكتلتين. إذا 500 غرام، إذا رقم واحد صفر، أضع صفر صفر 500، زائد 3 كيلوغرامات 800، أكتب أولا 800 غرام، ثم 3 كيلوغرامات. قم بعملية الجمع، صفر صفر 8 زائد 5 13، واحد. إذا 4300 غرام أو 4 كيلوغرامات، ولا 300 غرام. سأقوم بعملية ناقص كتلة هذا الجسم. إذا ناقص 3600 غرام، ثم 3 كيلوغرامات. إذن صفر ناقص صفر تساوي صفر، صفر ناقص صفر تساوي صفر، ثلاثة ناقص ستة، إذن 13 ناقص ستة تساوي سبعة، احتفاظ إذن صفر. إذن كتلة علبة دائما 700 غرام، 700 غرام. تمرين رقم اثنين. اللوحات التالية مصنوعة من مواد مختلفة، ورتب كتل اللوحات من الأخف إلى الأثقل. من الأخف إلى الأثقل. إذن لدينا كتلة اللوحات A و B و C. إذن لترتيب هذه الكتل يجب أن نستعمل الجدول. إذن الكتلة A 4 كيلوغرامات 50 غرام. إذن 50 غرام، صفر خمسة ثم 4 كيلوغرامات. إذن هنا خانة فارغة، قلت لكم دائما نضيف الأصفار. كتلة بي غرام، إذا رقم الواحدة هو صفر، إذا سأضعه في الغرام، صفر. إذا 4 5 4. كتلة سي 4450 غرام، ثم 4 كيلوغرامات. إذا من الأخف إلى الأثقل. إذا الأخف، إذا لدينا هنا على رتبة 4 4 4،
انتقل الى الهكتوغرام 0 5 4، اذا الاخف هو ا، اذا 4 كيلوغرامات 50 غرام اصغر من، اذا هنا يتبعه سي، 4 اصغر من 5، اذا سي مكتوبة ب 4 كيلوغرامات 450 غرام، ثم يبقى في الأخير 4540 غرام. التمرين رقم 3، لدينا شريطين، الشريط الأول قسمناه إلى 10، ثم الشريط الثاني قسمناه إلى 10، لوننا هنا 6 أجزاء، 1 2 3 4 5 6، إذا 6 على 10، إذا الجزء الملون، العدد الكسري الذي يمثل الجزء هو من 6 على 10، ثم العدد الكسري الذي يمثل هذا الجزء الآخر هو 4 على 10، إذا هنا 1 2 3 4، إذا أكبر مساحة الجزء الملون، أكبر مساحة هو هذا الشريط، إذا الذي يمثل 6 على 10، إذا 6 على 10 أكبر من 4 على 10، إذا هذا عددان كسريان لديهم نفس المقام، فإن أكبر عدد هو الذي لديه أكبر بسط، 6 أكبر من 4، إذا 6 على 10 أكبر من 4 على 10، ننتقل نفس الشيء بالنسبة هنا، جزء على 3، 3، إذا واحد، 1 على 3، 2 على 3، أكبر مساحة واحد الجزء، إذا 2 على 3 أكبر من 1 على 3. تمرين رقم 4، صرح خالد بأن تولت 1 على 3 فطيرة أصغر من ربع 1 على 4 الفطيرة، هل ما صرح به خالد صحيح؟ نعم أم لا؟ لأتحقق من جوابي استعمل قرصين وألون جزء الممثل العدد الكسري وأقارن، لدينا قرصين، كل قرص مقسوم إلى 12 جزء، لكن نحن نريد أن نقارن 1 على 4 و 1 على 3، إذا 1 على 4 سنقوم بقسمة القرص إلى 4 أجزاء متساوية ومتقايسة، إذن لدينا ما هو العدد الذي سأضربه على 4 يعطيني 12، إذن 3، إذن سأخذ 3 أجزاء، إذن 1 2 3 الجزء الأول، 1 2 3 الجزء الثاني، ثم 1 2 3 الجزء الثالث، إذن لدي 4 أجزاء، 1 2 3 4 كلها بنفس المساحة، إذن سألون جزء، سألون هذا الجزء، إذن هذا الجزء العدد الكسري الذي يمثله هو 1 على 4، نفس الشيء هنا، ما هو العدد الذي سأضربه في 3 يعطيني 12، إذن 4، إذن سأخذ 4 أجزاء، إذن 1 2 3 4، 1 2 3 4، إذن لدي 3 أجزاء، الجزء الأول 2 3، إذن سألون الجزء الثاني بلون آخر، إذن هذا الجزء يمثل العدد الكسري 1 على 3، إذن الجزئين أكبر مساحة، وهذا الجزء هنا في 4 أجزاء، 1 2 3 4، هنا في غير 3 أجزاء، 1 2 3، إذن 1 على 3 أكبر من 1 على 4، أو 1 على 4 أصغر من 1 على 3، إذن خالد صرح بأن 1 على 3 هو الأصغر، إذن فجواب خالد خطأ. التمرين رقم 5، يمثل المخطط أسفله توفير كل طفلة أو طفل خلال أسبوع، إذن هنا مبلغ التوفير بالدرهم، هنا أسماء الأطفال، إذن هنا لدي أولا 0 10، إذن تدريجتين 0 10 بين، إذن التدريجات العدد الذي يمثله هو 5، نقسم 10 على 2 يعني 5،
بين كل تدريجة بخمسة، 0، 5، 10، 15، 20، وهكذا إلى أن نصل إلى 50. السؤال الأول، ما هو مبلغ أكبر توفير؟ إذن انطلاقا من المخطط نرى بأن مريم هي التي وفرت أكبر مبلغ. إذن ما شنو هو المبلغ؟ هو سنرى هنا تدريجة 40، إذن 45 درهم. إذن أكبر مبلغ هو 45 درهم. من وفر أصغر مبلغ؟ إذن انطلاقا من المخطط، إذن أصغر هو هذا. طارق كم وفر؟ وفر 5 دراهم. من وفر 3 مرات ما وفرته هند؟ إذن سنرى هند كم وفرت. هند وفرت 15، هنا 15. إذن 15 في 3 مرات، 15 زائد 15 زائد 15، يعني 15 زائد 15 30، زائد 15 45. سنرى من وفر 45، سنبحث على 45 هنا، 45 هنا. إذن مريم هي التي وفرت ما وفرت 3 مرات. احسب مجموع توفير خالد وسارة. خالد وفر 30 درهم، وسارة وفرت 20 درهم. إذن 30 زائد 20 درهم يساوي 50 درهم. إذن التمرين رقم 6، رسمنا 3 دوائر على كل وجه من وجوه المكعب. ما هو عدد الدوائر المرسومة على وجوه المكعب؟ إذن هنا لدينا 3 دوائر في كل وجه. إذن كم للمكعب من وجه؟ إذن لدينا 1، 2، 3، ثم الوجه المقابل لهذا الوجه 4، ثم الوجه المقابل 5، ثم الوجه المقابل. المكعب لديه 6 وجوه. إذن 6 في 3، 6 في 3 تساوي 18 دائرة. إذن رسمنا 18 دائرة على وجوه هذه المكعب. سابعاً، ولاحظ الشكل المكون من مستطيل ومثلث متساوي الأضلاع، وأسطر على متساوي الأضلاع. إذن ما هو طول الضلع أبي؟ طول الضلع هذا الضلع أبي هو. إذن متساوي الأضلاع يعني بأن أضلاعه 3 كلها متقايسة. إذن لدينا هنا مستطيل عرضه 3 سنتيمترات وطوله 8 سنتيمترات، ونعرف بأن الأضلاع المتقابلة في المستطيل متقايسة. إذن طول هذا الضلع المثلث هو 8 سنتيمترات، لأنه هو الضلع المقابل لهذا الضلع. إذن بما أن المثلث متساوي الأضلاع، إذن كلهم لديهم نفس القياس، إذن 8 سنتيمتر 8 سنتيمتر. إذن أبي مباشرة تساوي 8 سنتيمتر. ننتقل إلى التمرين رقم 8، أكلت فوزية 2/4 من البيتزا بينما أكل أحمد ربع البيتزا. ما مجموع ما أكلته فوزية وأحمد معا؟ مثلا بيتزا سأقسمها إلى 4 أجزاء. إذن أكلت فوزية 2/4، إذن سألون جزئين. بينما أحمد أكل ربع واحد، سألون جزء. إذن ما هو العدد الكسري الذي يمثل هذا الجزء الملون؟ إذن 1، 2، 3، إذن 3/4. إذن مجموع ما أكلته فوزية وأحمد معا هو 1/4 زائد 2/4 يساوي 3/4. إذن
أعداد كسرية، عندما نجمع أعداد كسرية لديهم نفس المقام فإن المجموع ديالهم هو عدد كسري له نفس المقام، ولكن البسط هو مجموع البسطين، واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة، ولكن المقام لا يتغير. ننتقل إلى التمرين الأخير وهو تمرين رقم 9. غرس إبراهيم 11 شجرة، هما تفصل المسافة نفسها بين كل شجرتين متحاديتين، يعني هذه المسافة ما بين هذه الشجرة والشجرة هي نفسها ما بين الشجرة وهكذا، إذن نفس المسافة نفس المسافة. ولاحظ التمثيل واحسب المسافة بين أول شجرة وآخر شجرة، يعني سنحسب المسافة بين أول من هنا إلى أن نصل إلى آخر شجرة. إذا المسافة من هنا إلى هنا هو 27 متر، ثم من هنا إلى هنا 27 متر، إذا 27 متر من هنا إلى هنا 27 متر، إذا 1 2 3 27 متر. إذا ما هو العدد الذي سنضربه في 3 يعطينا 27، أو 27 مقسوم على 3 تساوي كم؟ إذا تساوي 9. إذا ما بين شجرة وشجرة توجد 9 أمتار، إذا هنا 9 9 9 تعطينا 27، 9 9 9 27، 9 9 27، ثم هنا 9 متر. إذا المسافة التي تفصل بين أول شجرة وآخر شجرة هي 27 زائد متر زائد 27 متر زائد 27 متر زائد 9، أو 27 في 3 زائد 9. إذا 7 7 7 7 في 3 21 زائد 9 3 نكتب صفر واحتفظ بثلاثة، إذا 2 4 6 زائد 3 9، إذا 90 متر. إذا المسافة التي تفصل بين أول شجرة وآخر شجرة هي 90 متر. والسلام عليكم.